كلمة سبحان الله وبحمده سمعت بهذا الذكر، تستطيع بدقيقة أن تقولها 100 مرة، حتى لو دقيقتين، 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده، تعرف ما أجرك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو ذنوبك مثل الزبد اللي على البحر، شفت الرغوة اللي على البحر، هذا الزبد، لو ذنوبك بهذا القدر وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حط الخطايا، تذهب الخطايا. أرأيت أخي الحبيب، أرأيت أختي الفاضلة، كم نحن نضيع من أعمالنا وكم نضيع من أوقاتنا. جالس يا أخي تنتظر دور في إحدى الوزارات أو في إحدى مثلا المستشفيات أو في أي مكان تنتظر الدور، أو جالس في السيارة، أو يعني ذهب بالسيارة من مكان إلى مكان، لسانك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.